حافظ على صحتك واجعل نظام الأكل الصحي والخفيف من روتين حياتك. هالأيام صارت القاعدة على التلفزيون رياضة مفضلة عند الولاد، بس نحنا شغلتنا ودورنا إنه نشوف كيف نبدل بالمأكولات الكتير مضرة اللي بياكلوها مثل الشيبس والمكسرات ونعطيهم خيارات أفضل وأصح. اليوم رح أعطيكم كم نصيحة عن هالموضوع. بنبلش أولاً بالشيبس، كل الولاد بياكلوا شيبس. هلأ لازم نعرف نحنا نختار كأهل شو نشتري على البيت وشو نتجنب. هون مثل ما شايفين قدامنا عنا كيس شيبس كبير عادي مملح وكامل الدسم، وحد منه في كيس شيبس صغير مملح قليل وفي دهن قليل. دايما نختار الكيس الصغير القليل الدسم، يكون 40% قليل دسم عن الكيس الكبير العادي. ثانيا فينا نستبدل الشيبس بالبشار. البشار هو وجبة خفيفة كتير صحية لأنه كتير غنية بالألياف وقليلة الوحدات الحرارية أو الكالوريز. إذا طلعتوا هون بس في مقارنة صغيرة هالقد كمية شيبس فيها وحدات حرارية قد هالقد صحن كبير من البشار، فأكيد البشار هو الخيار الأفضل. البدائل الصحية كثيرة، من بيناتها في كم خيار قدامنا رح أحدلكن عليهم. مثلا في عندكن الكعك المملح القليل الدسم، هيدا كثير صحي بكمية متواضعة. في المكسرات خاصة النائية اللي هي أفضل بكثير من المقلية أو المشوية، منلاقي فيها الكاجو، منلاقي اللوز، يعني هني أفضل نوعين. دايما بننصح بالمكسرات النائية لأنه غنية بالدهون غير مشبعة، عكس ما الأشخاص بيفكروا أنه بتنصح. صحيح أنه فيها كثير وحدات حرارية بس نوافعها وفوائدها كثيرة. هلأ إذا كنا عم ننقي البذورات العادية، بس ضروري ننتبه على الكميات تبع هالمأكولات، يعني هون الكمية ما لازم تتعدى ربع كوب أو الكمية اللي شايفينها هون قدامكم. من ضمن الوجبات الخفيفة الصحية فينا نروح صوب البازيلا الخضراء. البازيلا الخضراء كثير غنية بالألياف وبالفيتامينات ووحداتها الحرارية متوسطة، منا كثير عالية ولا كثير واطية. إذا ما حبوها بهالشكل فينا نفقي لهم ياهم، الولاد بيحبوا المنظر الحلو دائما بالمقبلات. هلا الجينيريك هي الخيار الأخير معنا هون، والجينيريك كثير مهمة، قليلة السكر، قليلة الملح، قليلة الصوديوم، وفيها وحدات حرارية كثير قليلة، لكن فيهم يرقموا على الجينيريك قد ما بدهم، بس ننتبه ما نزيد عليهم ملح. بالنهاية الاعتدال هو أهم شيء، انتبهوا على الكمية، وإذا كانت هالأنواع المأكولات دائما موجودة بالبيت، نصيحتي لكم إنه تزيدوا لها كوب لبن زبادي لأنه بتخفف امتصاص النشويات والسكر بالجسم.